السلام عليكم. فرانس بريس: اعتراض سفينة روسية في قناة المارش تطبيقا للعقوبات الأوروبية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن الإدارة البحرية بأنه ثم يوم السبت اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية. وبحسب الإدارة البحرية، اعترضت الجمارك الفرنسية سفينة تجارية تنقل مركبات إلى سانت بطرسبورغ، يعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وحولت مسارها إلى بولندا في شمال فرنسا. وأشارت فرينك مانيان مسؤولة الاتصال الإقليمي في الإدارة البحرية إلى أن هذه السفينة البالغة طولها 127 مترا والتي اعترضتها الجمارك قبالة أون فلور ليلة الجمعة السبت يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات. هذا وأكدت السفارة الروسية لدى فرنسا أنه ثم احتجاز سفينة الشحن الروسية في القناة، وأنه ثم تلقي مكالمة من قبطانها لافتة إلى أن البعثة الدبلوماسية اتصلت على الفور بالسلطات الفرنسية لتوضيح الموقف. وأعلنت قيادة الاتحاد الأوروبي عقب قمة طارئة ليلة الجمعة عن حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية التطورات التي تشهدها أوكرانيا. وفي وقت سابق فرضت كذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول أخرى عقوبات على روسيا. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.